عايشك الحمد لله، حاجة كلها حاجك اخوي عمر. ربنا يخليك كابتن راي. طبعا عايز اعرف راي حضرتك في مستوى الدوري الانجليزي الموسم الحالي، وعايز اعرف منك ايضا يعني فرص فريق مانشستر سيتي وايضا ليفربول، فارق نقطه ما بين الفريقين، وشايف مين اقرب منهم، هل السيتي ولا ليفربول؟ المستوى البطوله في الموسم هذا مستوى بالنسبه لي عالي، لانه خاصه فريق ليفربول، يعني المرضى بتاع ليفربول صعبت على المواسم الفارقه، واصبح يعني الفرق اللي ينجموا يربحوا البطوله. كيف مانشستر سيتي، يعني هما في مستوى بالطبيعه مستوى عالي، وفريق غوارديولا يعني فريق متوازن، وعندهم اللاعبين الكافي على مستوى الفريق بالانتصار بالبطوله. ثم الفرق كيما مانشستر يونايتد وتشيلسي يعني قاعدين يفضوا يعني بشويه بشويه، لكن مازالوا ما وصلوش للمرتبه نتاع مان سيتي، لانه صار لهم مشاكل نتاع ممرنين ولا مشاكل نتاع لاعبيه، لكن عامه البطوله يعني في المستوى المطلوب بالنسبه لعوام الفارقه. السؤال نتاعك يعني شكون يربح الدوري ما بين السيتي وليفربول؟ السيتي يعني بالنسبه لي يعني الاخرسين اختلف يعني على امتاعهم، فما شكون يقول مع السيتي فما شكون يقول ليفربول. بالنسبه لي انا نشوف اللي ليفربول عندها يعني فرصه كبيره ياسر، خاصه فيه يعني حماس كبير، يعني كي تشوف الفريق تاع ليفربول فيه حماس كبير يحبوا يربحوا البطوله، وذلك ممكن يعطي فرصه للفريق ليفربول في الانتصار ان شاء الله في اخر السنه، بالرغم من اللي فيهم بيلعب محمد صلاح مع الفريق، يعني حاجه بالنسبه لي كتونسي يعني شرفني وشرف اخواننا الفريق. كابتن راضي، عايز اعرف راي حضرتك في محمد صلاح. محمد صلاح تالق مع فريق ليفربول في بدايه الموسم، لكن ابتعاده عن التهديف بدا ان يكون في اسئله وعلامات استفهام حول مستوى محمد صلاح مع فريق ليفربول، وايضا عدم تسجيله اي اهداف مع فريق ليفربول سواء في دوري الابطال امام فريق بايرن ميونخ او حتى في الدوري الانجليزي. تقييم حضرتك لمستوى محمد صلاح، وايضا تقييم حضرتك لعدم تسجيله اهداف مع فريق ليفربول خلال الفتره الاخيره؟ هو اذا فما حاجه وحيده محمد صلاح قاعد يعاني منها هي الفتره الاخيره هي الضغط، يعني شوفوا يعني فما ضغط كبير على محمد صلاح، خاصه يعني من نواحي الكل، من نواحي يعني العالم العربي، ومن نواحي يعني من ناحيه المردود نتاعو اللي هو لازم يكون في المستوى وفي نفس المرضى في كل مقابله، يعني هذا الكل لازم يكون نحطوه يعني في عين الاعتبار، ونعرف هو اللي محمد صلاح يلزمه ياخذ وقته وياخذ يعني الثقه الكافيه بالنسبه ليه باش يكمل المشوار نتاعو يعني والمردود اللي قام به العوام الفارقه. لكن نشوف يعني محمد صلاح قاعد يقوم بمردود كبير ياسر، حتى ولو ما سجلش يعطي في يعني تمريرات لفيرمينيو، يعطي في تمريرات لساديو ماني اللي هما قاعدين يسجلوا، يقعد يعني ثلاثي الاكثر ثلاثي معناتها الاخطر في البطوله الانجليزيه ولا حتى في كاس الابطال. كابتن رادي، سولشاير النهارده الانجلترا اعلنت، او الصحف الانجليزيه اعلنت على لسان مانشستر ان خلاص تم تجديد عقد المدرب النرويجي، العقد يمتد لمده 3 سنوات. عايز اعرف راي حضرتك وتقييمك لسولشاير، بيكون حضرتك واحد من المدربين الكبار اللي ليهم مستقبل كبير جدا في الدوري الانجليزي وعلى مستوى ايضا مانشستر يونايتد، وهل فريق مانشستر قادر على تحقيق انجاز في الدوري الانجليزي هذا الموسم، وايضا في المواجهه المرتقبه ما بين برشلونه ومانشستر يونايتد؟ وعايز اعرف سولشاير ممكن يعمل ايه بعد تجديد عقده واعتباره مدير فني دائم للفريق الشياطين الحمر. والله بالنسبه لي هو تو يعني احسن يعني ديسيجن اخذها الفريق الاداره نتاع مانشستر يونايتد، هي يعني اعطاء الفرصه كامله للمدرب يعني سولشاير اللي هو قام بمردود كبير ياسر يعني منذ تمكنه من المنصب، لكن توا كما قلنا كما قالوا يعني العمل يبدا توا، لانه
من توا المسؤوليه نتاعو بتكون اقوى واكبر. يلزمه يعني يرجع فريق مانشستر يونايتد في المراكب الكبرى نتاعو ويحاكي يعني مانشستر سيتي وليفربول. ممكن مش تصير الامور مش تصير يعني السنه هذه الموسم هذا، ممكن تصير في المواسم المقبله. الحاجه الاكيد اللي نعرفوها على مدرب سولشاير اللي هو يعرف مانشستر يونايتد، يعرف يعني الفريق كامل، يعرف اداريين عنده يعني لعب في الفريق ويعرف يعني يعرف تاريخ الفريق، وهذا اللي اعطاه يعني دافع باش يعمل النتائج اللي عملها في الفتره الفارقه. مانشستر يونايتد في الموسم هذا ممكن باش يكون ماهوش من المنافسين على المراتب الاولى، لكن نتصوروا مع المدرب هذا ومع يعني التقيت التقنيين في الفريق يحط اليد في اليد، والمواسم الجايه ممكن نحضروا رواحنا لفريق يعني ينافس على البطوله. كابتن راضي، عايز اعرف راي حضرتك في يعني احتراف لعيبه شباب الدوري الانجليزي خارج الدوري الانجليزي بعد ما الفرص صغيره جدا للشباب اللي طالع وبداوا ان هم ينتقلوا الى دوريات زي الدوري الالماني. واحد من اللعيبه اللي تالقوا مع بروسيا دورتموند هو سانشو. هل حضرتك شايف ان هي دي الفتره اللي جايه هتشهد انتقال معظم اللعيبه الانجليزي الشباب الى دوريات خارج الدوري الانجليزي بسبب اعطاء الفرص ليهم، ولا هيكونوا موجودين وشايف ايه الاحسن ليهم كشباب صاعدين ومتالقين في عالم كره القدم الانجليزيه والاحترافيه؟ هي منذ 5 سنين اختار يعني مظبوط، منذ 5 سنوات يعني ال الجامعة الإنجليزية غيرت يعني في الوجهة نتاعها في تكوين اللاعبين، وتوا بداوا ياخذوا في ثمار يعني التكوين هذاك. صح. الملاعبية يعني والفرق الصغرى ولات تعطي في مردود ونتائج كبيرة. يعني شفنا يعني تحت 18 سنة ربحوا كأس العالم، تحت 21 سنة ربحوا كأس العالم، والفريق الكبير يعني وصلوا إلى المربع الذهبي كأس العالم يعني الأخرانية. هذا الكل يحسب يعني للتطوير اللي قاموا به في ال5 سنوات الاخيره. توا بدينا نشوفوا في الثمار. بتبيع الشبان ممكن ما يلقاوش فرصه في البطوله الانجليزيه، البطوله الانجليزيه من اكبر ومن احسن البطولات في العالم. صح. لكن ينجموا يمشيوا لفرق اخرى في اوروبا ويقوموا بمردود كبير، وغاديكا ينجموا ياخذوا يعني فرصه في بلادهم مع فريق الوطني بتاعهم ولا الفرق الكبرى كما سانشو تاو يلعب مع دورتموند. يعني قدم مردود كبير ياسر. اما يعني العديد من اللاعبين اللي في نفس المستوى مع سانشو يلزمهم يشوفوا حلول، لانهم الحقيقه المدربين نتاع البطوله الانجليزيه يخافوا ساعه ما يعطيش الفرصه للشبان، لانهم عندهم ضغط، لانهم عندهم يعني مسؤوليات. لكن يمشوا البطولات كما البطولات الفرنسيه الالمانيه ممكن الاسبانيه في بعض الاحيان يعطيهم فرصه باش يلعبوا مقابلات ويحسنوا المستوى نتاعهم. كابتن راضي، على المستوى الشخصي حضرتك واحد من المدربين المتالقين في دوري الشباب الانجليزي، حضرتك مدرب فريق ساوثهامبتون، عايز اعرف على المستوى الشخصي بقى اخبار حضرتك ايه واخبار الفريق اللي حضرتك بتقوده، وايضا عايز اعرف حضرتك طلعت في الفتره الاخيره دي كام لاعب للفريق الاول؟ في الفتره الاخيره يعني 8 لاعبين. بسم الله ما شاء الله. من تحت 23 سنة ينشطوا يوميا مع الفريق الأكابر. عندي 5 لاعبين لعبوا أول مقابلة مع الفريق الأكابر. تحت 23 سنة يعني نحن في المرتبة الثانية في البطولة نتاعنا، نقطة وحيدة بعيدة على الأول. مازالوا 3 مقابلات في البطولة، إن شاء الله بقدر ربي يعني نكملوا الضغط على الفريق الأول في البطولة، وإن شاء الله بقدر ربي إذا حب ربي نربحوا بالبطولة في آخر الموسم. مترشحين لنصف النهائي في الكأس، كأس انترناشونال كاب، ويعني الحمد لله يعني مردود يتحسن اليوم كل يوم يعني مع اللاعبية، وإن شاء الله بالنسبة لي زي حاجة تحسب للعمل الشاق اللي قاعدين يقوموا به، مش وحدي يعني معايا فريق كامل من
التقنيين ومن المساعدين اللي يخدموا معناتها يومين باش تحققوا يعني المطلوب. اخيرا هتتابع لقاء الترجي التونسي والرجاء المغربي في كاس السوبر الافريقي ان شاء الله؟ ان شاء الله اليوم يا مقابله يعني نستناو فيها وبالطبيعه بما اني تونسي ونلعب في الترجي التونسي بالطبيعه باش نتابع الفريق ونشجع الفريق وهذه حاجه يعني كما قلت لك ديما نحاول نتابع الفرق التونسيه مش كان الفريق التونسي ونشجع باللي نجم ونتابع الفرق. كابتن راضي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه النادي الاهلي. كابتن راضي الجعايدي نجم منتخب تونس ونجم ايضا نادي الترجي التونسي ومدرب فريق الشباب نادي ساوثامبتون الانجليزي كان موجود معانا في مداخله اتكلم فيها في كل شيء خاص بكره القدم العالميه وخاصه الدوري الانجليزي. كمل معاكم باقي الاخبار سريعا قبل ما نروح بقى لفقره الفيديوهات.